اطمنت خلاص على فرحة عمرها واللي كانت عايشة علشانها طول السنين اللي فاتت، وما رضيتش تتجوز تاني علشانها وعلشان تربيها وتفضل جنبها. المذيعة مفيدة شيحة اطمنت خلاص على بنتها بعد ما كتبت كتابها وجوزتها وسط أصحابها، وعملت فرح كانت طايرة فيه من الفرحة ببنتها منا، واللي كان فرحها على واحد من برا الوسط الفني خالص وكمان الإعلامي، وده بعد ما الخطوبة كانت في ديسمبر 2023، يعني ما كملتش سنة مخطوبة، وقررت إنها تتجوز بعد 6 شهور بس من الخطوبة، والفرح كمان يبقى ليه طقوس خاصة وشبه أفراح المشاهير اللي حصلت الفترة اللي فاتت. تعالوا بقى احكي لكم تفاصيل الفرح حصل فيه ايه ومين اللي حضر من المشاهير. مفيدة شيحة قررت تتبسط ببنتها بطريقتها وعلى مزاجها وهواها، وعملت معاها زي ما كتير من المشاهير عملوا الفترة اللي فاتت، واللي كانت البداية بانها عملت كتب الكتاب والفرح في القلعة، واللي اخر واحدة من المشاهير عملت فرحها فيه هي الفنانة ياسمين رئيس. بدأ الفرح بكتب الكتاب اللي كانت المذيعات اصحاب مفيدة شيحة ملهوفين يبقوا موجودين من أول دقيقة في الفرح، واللي كان منهم بوسي شلبي وزهير جودة، واللي شغالين مع بعض من سنين ولحد دلوقتي، ومريم أمين والمذيعة لمياء فهمي عبد الحميد ورولا سعد ودعاء عامر وغيرهم كتير من الإعلاميين والمشاهير المصريين. وكتب الكتاب بقى حصل على إيد الشيخ خالد الجندي اللي ما كانش في حالته الصحية الطبيعية وكان ماشي على عكاز وساند عليه، وكان باين عليه التعب بالشديد شوية وهو بياخد الصور في الفرح. أما بقى مفيدة شيحة فكانت لابسة فستان محتشم جدا ومتغطي من ساسها لرأسها، لدرجة إن الفستان كان بكم كامل ولونه رمادي وعليه رسومات بتلمع. أما بقى العروسة كانت زي القمر ولابسة فستان وان شولدر، وكان تصميمه رقيق جدا، وكمان شعرها كان سيمبل ولايق قوي على الأجواء اللي في الفرح اللي بدأ والنهار لسه طالع واستمر لحد بالليل. مفيدة شيحة قالت ان دي اللحظة الاهم في حياتها اللي قدرت تطمن فيها على بنتها بعد ما جوزتها خلاص، وخاصة انها تعتبر ان العريس ابنها لان مامته متوفية. ومفيدة شيحة كان باين عليها فرحتها بشكل كبير، وكمان اصحابها كانوا حاسين بفرحتها وكانوا فرحانين معاها، ولمياء فهمي وبوسي شلبي كانوا هما اللي بيزغرطوا معاها. اما بقى الرقص فلأول مرة مفيدة شيحة تظهر وهي بترقص كده، وكانت بتديها على الاخر. اما بقى رقصتها مع بنتها فكانت على اغنية الفنانة صباح امورتي الحلوة، والناس كانت بتلف حواليهم وبترقص معاهم ومبسوطين بيهم جدا. ومن حب مفيدة شيحة في جوز بنتها وهو كمان بيحبها جدا، لدرجة ان مفيدة شيحة كانت بتحضر نفسها علشان الفرح كأن العريس هو اللي بيعمل ليها القهوة عقبال ما تخلص المكياج لنفسها، وده علشان كلهم كانوا بيستعدوا للفرح في مكان واحد. وطبعا فرحة مفيدة شيحة دي كلها جت بعد ما كانت مقتنعة انه مفيش حاجة اسمها حب ولا حاجة، وان الكلام في الكتب وخلاص، لحد ما بنتها منا وجوزها قدروا يقنعوها انه في حب، وده بعد ما شافتهم وعاشت معاهم وشافت تجربتهم قدام عينيها. وطبعا كانت مفيدة شيحة شايفة ان الحب في الافلام وبس، بعد تجربتها اللي عاشتها مع جوزها السابق وابو بنتها اللي ما اتجوزتش بعده تاني، وده برضو بعد ما سابوا بعض وهي في اوائل العشرينات لما عرفوا عليها حد تاني، وهي كانت شايفة انها صغيرة وتعرض عليها جوازات كتير بس ما رديتش بيها لانها كانت شايفة انها تقلل منها. ومن وقتها قررت مفيدة انها تعيش لبنتها ومامتها وشغلها وبس، وطبعا دول مع بعض على طول ومش بيسيبوا بعض ولا ثانية. ومفيدة الاعلامية الكبيرة اللي كانت ظاهرة في فرح بنتها كانت زيها زي اي ام في الدنيا، مبسوطة وفرحانة، وكانت بتتمنى ان كل الناس يعيشوا فرحتها في يوم من الايام. انتوا بقى قولولنا ايه رأيكم في فرح بنت مفيدة شيحة، وهي اكتر حاجة لفتت انتباهكم فيه.